تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم أستاذ نظير. إلى أي مدى ترى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني العقوبات الاقتصادية على إيران يبدو أنها واضحة وبشكل كبير، حتى أن خلال زيارة محمد جواد ظريف إلى بغداد ذكر النائب ظافر العاني الذي كان يحضر اللقاء ما بين هذا الوزير وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذكر بالحرف الواحد بأن إيران تتعرض إلى تأثير كبير جراء هذه العقوبات الاقتصادية، وأضاف أن إيران مستعدة لاتخاذ أسوأ الوسائل وإلى أبعد مدى للتخلص من هذا الظرف الاقتصادي الخانق عليها جراء هذه العقوبات، مما يدلل على أن يعني كثير من يعني أذناب إيران في المنطقة سواء في العراق وباقي الدول ستتأثر سلبيا جدا بهذا الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه إيران حاليا. يعني كيف ستكون ردة الفعل نتيجة هذا التأثر برأيك؟ خاصة يعني الميليشيات، يعني رد فعل الميليشيات التي تعتبر إيران هي الأساس الذي يمدها بالعتاد والسلاح والمال. يعني هنا تكمن الخطورة بأن هذه الميليشيات منذ تأسيسها ولحد الآن هي تتلقى دعما ماليا وعسكريا من النظام الإيراني، وقد يعني تربت وأنشأت على عين النظام الإيراني، وبالتالي فإن أي تأثير اقتصادي سلبي اتجاه النظام الإيراني سينعكس بشكل مباشر على تلك الميليشيات. والخوف والخطورة في هذا الأمر بأن هذه الميليشيات ربما ستتخذ وسائل أخرى لتمويل نفسها من خلال الاستيلاء على أموال المواطنين، الاستيلاء على عقاراتها، بل ربما تمتهن الجريمة المنظمة لمحاولة جعل الإمدادات المالية لهذه الميليشيات مستمرة، وهنا تكمن الخطورة والخوف على شعبنا العراقي داخل العراق. نعم، الخبراء أكدوا أن المواجهة المحتملة ستكون مع الميليشيات التي هي ربما رأس الحرب بالنسبة لإيران. إلى أي مدى برأيك يمكن أن تتحمل إيران تبعات أي عملية تنفذها تلك الميليشيات؟ والله الميليشيات أنا حسب رأيي أنها لن تحرك ساكن إلا وفق الأوامر الإيرانية، فإذا كانت المصلحة الإيرانية لا تصب في إحداث أي استفزاز عسكري للأمريكان من خلال تلك الميليشيات، فبالتأكيد لن نرى أي إطلاق من تلك الميليشيات اتجاه القوات الأمريكية، وكل التصريحات النارية التي كانت تقوم بها يعني تلك الميليشيات وقادتها ستذهب أدراج الرياح. ولكن إذا وجدت إيران نفسها مرغمة على أن تدافع عن نفسها فستدافع عن نفسها من خلال تلك الميليشيات وجعلهم رأس حربة في هذه المحرقة مع القوات الأمريكية، وبالتالي سيدفع يعني شعبنا ويعني الأرض العراقية هي من ستكون ساحة المعركة، ويدفع شعبنا ثمن هذا الصراع الإيراني الأمريكي. نعم. وهنا يعني الخطورة في هذا الموضوع. نعم، كيف ترى خطاب أساس الإيرانيين الذين يدعون للتفاوض والتفاهم ومد جسور الثقة مع دول المنطقة؟ يعني طبعا ذكرت وسائل الإعلام كثيرا، وحتى أنا ذكرت في أكثر من مقالة بأن الخطاب الناري الذي تقوم به إيران اتجاه الولايات المتحدة ما هو إلا خطاب للاستهلاك المحلي، وحقيقة الأمر فهي في الخفاء تبحث عن وسائل وسبل لمد الجسور أو فتح التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن هي تحاول أن تجعل تلك المفاوضات بشروط تستطيع أن تخدم نفسها فيها، ولكن هناك إصرار أمريكي على أن المفاوضات يجب أن تكون عبارة عن استسلام إيراني للشروط الأمريكية، وهذا ما لا ترجوه إيران. لذلك هي زياراتها للعراق ومحاولة جعل العراق كوسيط وتعاملها الإيجابي مع كل الوساطات سواء من دول عربية أو دول غربية هي تتعامل معها بإيجابية وتحاول أن تخلص من هذه المحنة التي وضعتها فيها الولايات المتحدة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح في هذا
أنا في تصوري أن الخيار الأمثل بالنسبة لإيران للتخلص من هذه الضغوط الأمريكية هو موافقتها على جميع الشروط الاثنا عشر التي يعني أقرتها الإدارة الأمريكية، وإلا فلا مجال هناك لأي محاولة تفاوض مع الولايات المتحدة والخلاص من هذه العقوبات الخانقة عليها. نعم الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.